السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة: اجمع الزغاليل بدري الحمام يبيض بسرعة. اهو شوف مثلا السن ده، طيب لو هتجمعه في السن ده، لو هتعرف تزغطه اجمعه في السن ده او اكبر من السن ده زي ما تحب، المهم لو هتعرف تزغطه وتدفيه، اهم حاجة تعرف تزغطه وتدفيه. انا هنعمل ازاي؟ شوف انا جايب كرتونة اهو فيها شوية نشارة زي كده، هجمع فيها الزغاليل اهو اللي تنفع العمر ده اهو. بسم الله ما شاء الله، شوف كده سن صغير اهو بس مريشين كده اهو كده، نشوف كده اهو. احاول ازغطهم بالزغطة اليدوي اللي حضراتكم شفتوها معايا قبل كده. شوف تاني في ايه كمان ممكن نجمعهم حضرتك كده، اما تجمع دول كده بدري توفر اسبوعين مثلا حمام ممكن يبيض قبلها قبل ميعاده مثلا باسبوعين اهو. المهم تعرف تستخدم الزغاطة وتقدر تدفيهم، يعني ممكن كده تسقط فوق دول لمبة كده، لو لمبة 100 او لمبة 60 تنزل فوقهم كده تدفيهم، والنشارة اللي تحتهم دي تبقى تغيرها كل ما يبلوها وتزغطهم مثلا مرة في اليوم او مرتين، هنشوف ازاي. طيب نشوف بقية الزغاليل، لا دول لسه شوية، سيب دول لازم امهم تدفيهم في العمر ده، ده ما تشيلوش، سيبه امه تدفيه، يستحسن يتساب شوية لامه تدفيه. شوف كده دول كويسين، دول كويسين جدا، يعني يمكن انا اتأخرت عليهم كمان، لكن انا مش هشيل جوز بس، لا انا هشيل يعني ايه، لازم يكون كمية تستحق الشغل اللي انا هعمله. تمام، هنشوف كمان كده، شوف هنا اهو الجزء ده كده. انا جمعت الزغاليل اللي تنفع، اللي ينفع ان انا اعزلها عن امها وازغطها، وبحيث ان احنا في الشتاء اعرف ادفيهم. انا جمعت اعمار مختلفة، يعني فيهم اللي ينفع هو ده ممكن كبير ينفع يتعزل ويعتمد على نفسه ان شاء الله، الاحجام اللي قلت لحضراتكم عليها اللي لسه ما زغطوش خالص، ده تزغيط طبيعي، تزغيط ابوه وامه، الاب والام، يعني الفرد ما شاء الله ممكن نقول نص كيلو او يزيد اهو. تمام، دول الكبار ودول الصغيرين، لكن انا هجمعه كله في مكان واحد علشان ان انا اضغط اللي ما يعرفش ياكل اضغطه لحد ما يكونوا كلهم في عمر واحد، لان دول هيروحوا لصاحب نصيبهم ان شاء الله، هو طالبهم اللي يجهز ندهوله. ده ردا كمان على الناس اللي بيقول ان الحمام دلوقتي مريح، ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين الانتاج، احنا في الشتاء في شهر واحد. دي مجموعة من الزغاليل روحوا لاصحاب نصيبهم، احنا مفتحين لهم الفتحات دي في كل مكان عشان ما يموتوش من الخنقة اهو. شوف كده
زغاليل اللي يعتبر فيهم شبابات اهو. شوف الكرتونة التانية، في كرتونة تانية كمان، وادي المجموعة التانية. ربنا يبارك لصاحب النصيب. برضو مكرم لهم الكرتونة من كل اللجنات كده للتنفس عشان ما يتخنقوش اثناء النقل. ده دورة الاصفر ناعم جدا اللي هو المجروش انعم حاجة. طبعا عشان نستخدمه بالزغطة اللي هي السرنجة بتاعتنا دي لازم نعمله في المصفى زي دي اهو. سهل جدا، هنعمل اهو، نعمله كده، نهزه وناخد الناعم اللي فيه ونشيل الخشن علشان يمشي في الزغاط اهو. ما مشاش معانا نعمله كده، المهم ايه ننخله اهو زي ما حضرتك شايف بيتنخل اهو. خد الناعم اللي فيه، بتاخد الناعم بس، وبعد كده هقول لحضرتك نعمل ايه، ننخله بقيته الكمية ونرجع لكم. طيب بعد ما نخلنا الذرة الناعم بقى دي زي ما حضراتكم شايفين كده، دي ذرة عندنا مثلا كوباية اهو، ده يعتبر دي ذرة. او لو حضرتك لقيت دي ذرة ما فيش مشكلة هاته جاهز، لكن هو موجود في اللي انت بتشتريه. الذرة انعم حاجة بتتباع عند بتاع الفراخ، انعم ذرة بيتباع عند بتاع الفراخ. عندنا كوباية اهو، هنحط عليها برضو كوبايتين ميه زي ما احنا عارفين، يعني الكوبايه زي ما كنا بنعمل بالظبط في بتاعت في العلف بتاع الفراخ اهو. كوبايتين ميه على كوبايه دي الذره ده، تمام اهو. هنضيف عليها اضافه كده بس بسيطه عشان تدي لها يعني نزود قيمتها الغذائيه. عندنا كيس اللبن ده، كيس اللبن ده بتباع عند اي حد بتلاتة جنيه. انا شاريه بتلاتة جنيه، يعني ربما يختلف عند حد تاني. الكيس ده بتلاتة جنيه، حجم صغير، ده اصغر حاجة. طيب هو مكتوب عليه السعر كمان، هنفتح كده نحط عليه، نحط معلقة على الكمية دي في كل مرة نحط معلقة منه، تمام. حط معلقة من كيس اللبن ده، سيبه عندنا اهو. حط معلقة مليانة كده اهو، تمام. حطها زائد اللي هو الجروفيت اللي قلنا عليه كنا بنحط منه كل مرة على الكوباية، وعلى نفس اللي عملناه برضو في وصفة الزغاطة قبل كده اللي هنسيبها لكم في صندوق الوصف اللي هي باستخدام السرنجة دي اهو. نقطتين ما نكترش لان هو سميك وتمنه غالي، هو النقطتين احسن من ازازة من الانواع التانية. جروفيت بلس برضو هسيبه لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو. طيب نقلب الكمية دي، تمام اهو، ونبدأ نضغط. بقت خفيفة جدا اهو، هي طبعا خفيفة، ما حد هيقول ايه هتضغطهم مية، لا هي المهم قيمتها الغذائية تنفع، عشان تنفع للأعمار الصغيرة كمان، ممكن تنفع في الاعمار الصغيرة. شوف كمية صغيرة على قد هم اهاليهم مزغطينهم، انا لسه شايلهم من تحت اهاليهم، لكن يعني ايه، لان انا هفطمهم هزغطهم على ايدي، مش هفطمهم يعني بمعنى الفطام، هزغطهم على ايدي علشان الحمام يبيض تاني، تمام اهو. بالطريقة دي شوف تاني عمر كمان، تاني اعمار تانية، ده متزغطين ما شاء الله، لسه هم شبعانين. شوف حاجة كده جعانة، جيب دي اصغر حاجة في اللي انا خدتها،
دي اصغر حاجة تعتبر اهو كده بالطريقة دي جميع الاعمار. بس هو انا بفضل في الاحجام الكبيرة لو هتذبح تعمل بزغاطة اللي هي باستخدام العلف، علف الفراخ، علف التسمين، لو هتذبح بيديك نتيجة يعني احجام كبيرة، تزود الحجم جدا اهو شوف كده. هما طبعا شبعانين ملحقوش يجوعوا. بالطريقة دي نعمل كمية كبيرة جدا في وقت قليل جدا، يعني اهو ازاي يعني في وقت قليل جدا هتلاقيك عملت لو عندك 100 زغلول هتعملهم مش هقول لحضرتك يعني في ربع ساعة في تلت ساعة كده يعني اهو. الموضوع سهل جدا، اللي عايز على حسب انا بملاها على حسب ايه. لو جعان قوي زغلول كبير بياخد دي، هي دي 60 سنتي، السرنجة دي 60 سنتي، تمنها 6 جنيه زي ما قلنا الستين سنتي، وفي بخمسة جنيه الخمسين سنتي تمام اهو. دول علشان هنعزلهم عن اهاليهم علشان الحمام يبيض تاني. اهو تمام. زي ما حضراتكم شايفين الكمية دي ما شاء الله كمية الزغاليل اللي هنفطمها، علشان اللي بيقول ان الحمام مريح في الشتاء وعازلين الذكورة عن النتاية، الذكر عن النتاية علشان يريحوا الحمام، لا اهو الحمام ما شاء الله شغال. وانا بشيل دول كمان عشان نلحق الموسم يبيض تاني، افضل ايام الانتاج الايام دي اهو ان شاء الله. يا رب تكون واضح. كمية اهو طيب كده نكتفي بكده. الزغاطة كلكم عرفتم الطريقة، نحطهم بقى في المكان اللي انا هنقلهم فيه اعزلهم عن اهاليهم، ونوريكم المكان اللي هيتحطوا فيه وندفيهم ازاي. طيب هنحطهم في سلاكة كده او بوكسة ونوريكم هيبقى ازاي، ونرجع لحضراتكم مع بعض بعد ما نحطهم. ده المكان اللي نقلت فيه الزغاليل اهو، سلاكة كده، في لمبة ولون لمبة، نغير اللمبة دي بلمبة اكبر شوية، لمبة من اللي هي بتدفي، لمبة 60 او لمبة 100 علشان يتدفوا، لان احنا في البرد لو في الصيف مش محتاجينها. اهو المكان، فرشت لهم نشارة، حط لهم اكل، لهم برضو اكل، اللي يحب ياكل اللي يتعود ياكل ياكل. وما شاء الله كمية الزغاليل لو شفنا ايه السلكة من برة هي اهي البوكسة. واقفل عليهم، ده ميتهم اهي اول، ونزغطهم بقى كل يوم. بكده يكون فطمنا الزغاليل عن امهاتهم، لكن هنزغطهم احنا يدوي بالطريقة اللي شفتوها حضراتكم، الطريقة اللي تحب تزغط بيها زغط بيها، سواء بعلف الدواجن او بالدورة، بهزازة الدورة، ان الدورة الناعم اللي احنا هنعمله بالمنخل
واضفنا عليه جروفيت بلس، واضفنا عليه معلقة لبن زي ما حضرتك شفت كده. الذرة اللي هنهزه مش هنرميه، يعني حد يقول خسارة، لا مش هنرميه، نأكله للفراخ او نأكله للحمام. الذرة اللي هو الخشن اللي هيطلع منه احنا بناخد منه بس الناعم علشان يمشي في السرنجة. زي ما قلت لك اللي يحب يزغط بالزغاطة اللي هي بتاعت يزغط بالعلف يزغط، يحب بالذرة برضو يزغط زي ما هو يحب. تمام، بكده نكون خلصنا موضوع النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.